أنا جد سرور بهذا الحفل التكريمي، وكنت ضمن واحد من المكرمين، وحنا في خدمة الرياضة الوطنية وفي خدمة الملاكمة بخصوص. وكنشكر السي سعيد شراط اللي هو خذا هذه البادرة، واللي هي هذه البادرة سنوية، هو المستقبل ديال الملاكمة الوطنية. كاين مستقبل ان شاء الله، لان كاين دخلنا البرنامج ديال دراسة ورياضة، عندنا شبان اللي غادي يقولوا الكلمة ديالهم ان شاء الله في البطولة الأولمبية للشباب، غادي يقولوا الكلمة ديالهم ان شاء الله. وحتى الإقصائيات اللي غدوز في السنغال، غادي للبنات ولا الأولاد على الأقل غادي يكونوا 6 مؤهلين لطوكيو إن شاء الله بحول الله.